مهريرة اللي بارت ما فينا قاهر عموما تحية نضالية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اليوم في المغرب يحتجون بعدما أضربوا يوم أمس واليوم وغدا شأنهم شأن باقي الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية دفاعا على كرامة نساء ورجال التعليم التي استبيحت مؤخرا وأصبح عفوا القاصي والداني يستهدف كرامة نساء ورجال التعليم. الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أقولها يعني يناضلون حقهم الدستوري اللي هو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وهذه مناسبة نوضحوا لفئات الشعب اليوم والمنابر الإعلامية علاش كنناضلوا، يا كيقولوا لنا يا كنتم كتشدوا بحالكم بحال الأساتذة، لا، في وزارة التربية الوطنية وفي نفس المدرسة عندنا جوج ديال الأساتذة، واحد مع نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وواحد مع نظام أساسي ما يسمى بأطر أكاديميات. الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الاعتمادات ديالهم ما عندوش منصب مالي قار، فقط الاعتماد ديالهم الفلوس ديالهم كتجي مع الطبالي وكتجي مع التجهيز وكتجي مع المعدات. كنتسائلوا هنايا مع ما يسمى بالمماثلة والمطابقة، المماثلة والمطابقة هي يكون عندنا منصب مالي قار أسوة بباقي الأساتذة، تكون عندنا الحركة الحق في الحركة الوطنية أسوة بباقي الأساتذة. اليوم عندنا أساتذة وسادات وصلوا حالة ديال الطلاق لأنها فرضت عليهم الإقامة من داخل يعني الجهات. الأساتذة ما عندهمش الحق اليوم يجتازوا مباريات أخرى، الفوج ديال 2016 لا زال يقبع في الرتبة واحد. الأساتذة المجتمع المغربي اليوم يندد بالحالة اللي وصلت لها المدرسة العمومية باستهداف الأستاذ بقمع الأستاذ، واللي نشوفوا الأستاذ كيتجمع بالنصوصة وفي نفس الوقت الوزير كيقول أنا ماشي شغليش. كنتسألوا معاه إلا كنت أنت وزير تمثل الحكومة وكتقول أنا ماشي شغليش، إذا شغل من هذا الشيء؟ نحن ماضون بلا هوا.